يعيش الآلاف من أبناء مدينة تعز معاناة البحث عن لقمة العيش في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد منذ عدة أعوام، مما حملت من تدهور العملة التي زادت من ارتفاع أسعار المواد الأساسية وأرهقت كاهل المواطن الذي لم يعد قادرا على توفير متطلبات حياته اليومية. نحن في هذه الأيام في دولة اليمن وفي هذا الوضع، وضع حرب منذ 8 أو 9 سنوات، والمواطن يعاني من الحرب الاقتصادية أكثر ما هي الحرب. فنحن في هذه الأيام وخاصة هذه الأيام بارتفاع الدولار والسعودي والرواتب كما هي، فنحن نعاني المعاناة الكثيرة خاصة في تعز. والله ارتفاع الأسعار هذه الأيام بشكل فظيع، مع ارتفاع الدولار وارتفاع العملة الأجنبية وارتفاع أيضا المواد الغذائية، فرواتب احنا الموظفين يعني ما تكفي تسد رمق جوعك، بس يعني ما يعني يا الله تشل حق الجهال الاكل والشرب هذا فقط. ومع هذا الارتفاع الاسعار والصرف وتدهور العمله الاقتصاديه، الحاله الاقتصاديه للانسان والمواطن، وراتبي مثلا 60,000 ما يكفي يا الله تسد رمق جوعك. بكر سعيد شاب يعمل في بسطته منذ أكثر من 10 أعوام والتي يعتمد عليها كمصدر دخل له ولأسرته، لكن الظروف الاقتصادية اليوم زادت من مخاوفه بعد أن قلت نسبة البيع بسبب انخفاض العملة أمام العملات الأجنبية، ما جعل العديد من السكان يكتفون بتوفير قوت يومهم. لي في البسطة هذه وعدنا أبي موجود من قبل 2005 2000، نحن كثير يعني بالموقع هذا من زمان ومكافحين الحمد لله. كانت من أول في خراج، الآن والله مع ارتفاع السعودي والدولار هذا كل يوم معاناة، كل يوم معانا سعر، والموظفين ما يسلموش رواتب ولا يقدر ولا هو قادر يجي يشتري مننا. الحمد لله على كل حال مسرورين الحال، ونشد الجهات المختصة ينظروا الحل للارتفاع السعودي والدولار والمعيشة هذه كلها، والله مكافحة والحمد لله. لم تقتصر المعاناة على أحد، فكل ما يجنيه العامل أو الموظف لم يعد يفي بتوفير متطلبات حياته التي أصبحت تتزايد كل يوم، دون تغيير دخله الذي لم يعد كافيا لسداد فاتورة متطلبات حياته اليومية. فهذه رسالة نوجهها للحكومة بأن تضع للأسعار حدا معقولا، فالمواطن اليوم الأسعار قد أرهقت كاهل المواطن البسيط، وبحيث أن الرواتب متوقفة كما هي لا زيادة ولا شيء، والأسعار في ارتفاع مستمر وزائد، فنحن في حال يرثى له. فهذه رسالتنا نوجهها للحكومة بأن تنظر إلى وضع المواطن البسيط الذي حتى لا يجد بعض الأسر ما يقتات به يومه، فهو يتضور من الجوع كل يوم. فرسالتنا نظرة إلى هذا الشعب، نظرة إلى هذا المجتمع الذي قد صبر الكثير والكثير، فما عليكم إلا أن تنظروا بعين الرحمة وتعالجوا هذه الأوضاع الاقتصادية حتى يستطيع المواطن البسيط أن يعيش. لم تقف معاناة انهيار العملة أمام من يبحثون عن قوت يومهم دون أن تضع علامة استفهام تبحث عن لفتة من الجهات المعنية نحو ما بات يعيش المواطن من آلام قد تفقدهم الحصول على ما يشبع رمق جوع أطفالهم في مدينة يعيش آلاف أبنائها تحت خط الفقر.